إذا قيل لك ما هي الفائدة المتعلقة بقوله تعالى تتعلق بالتوحيد، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، فقل إن من دعا غير الله لو ظل يدعو هذا المدعو لو ظل يدعوه إلى يوم القيامة ما استجاب له، بل إنه في يوم القيامة يكون عدواً له يكون عدواً له، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وهذا نظيره قول ذلكم الرجل المؤمن من آل فرعون: لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، من دعا غير الله فإنه لن يستجيب لداعيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. لما؟ لأنه لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا. لا جرم أنما تدعونني إليه، ولذلك صدع بها هذا الرجل المؤمن في قوم فرعون المشركين. لا جرم يعني حقا، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. ودلت هذه الآية أيضا على أن الشرك إسراف بدليل، وأن المسرفين هم أصحاب النار. هذا الوصف يعود على ما سبق، وهو الشرك الذي وقع فيه قوم فرعون مع سفك الدماء.